ممتنة لي؟ لكل شخص كان مؤمن بي. أنا واثقة أمام عملي. أنا حذرة من؟ من الناس. أنا عاشقة لي؟ لعملي. عملش بس؟ للفن، نعم. أوكي. الفقرة التي تليها هي لا أنسى. لا أنسى خوفي عندما مثلت مسلسل طيبة. كان حرص. حرص كبير، خصوصا إنه إدارة MBC انطوني مسؤولية كبيرة، فكنت مخلية قدامي إنه أنا لازم أقدر هذه الثقة اللي انطوني إياها وأكون قدها. جميل. لا أنسى شخص أساء لي. ما أنسى كل أحد هاجم حلمي أو ما وثق بي. لا أنسى أن أفكر بصوت عالي. أكيد أفكر بصوت عالي. أنت هادئة، مو مال وحدات. بس عالي. أفكر بصوت عالي ويا المقربين، ويا اللي أنا أثق بهم، ما أفكر بصوت عالي أمام الجميع. دائما أفكاري تكون بيني وبين نفسي، ودائما تكون بصوت عالي ويا الناس اللي أنا أثق بهم، إنه أطرح أفكاري. أفكاري عزيزة علي وما أحب أطرحها قدام أحد. جميل. الفقرة التي تليها هي فقرة هل. هل توقفت هند نزار عن تقديم البرامج؟ أكيد. نهائياً؟ نهائياً. هل جازفت في يوم ما؟ أكيد دائماً أجازف آني، وما أحب الخوف. ما تحبين الخوف؟ أبداً. أحب أجازف بالشيء. بس إحنا مرات نحتاج الخوف حتى نضبط تصرفاتنا. لا، أكو ثقة لازم تكون موجودة، وتدرس الشيء اللي تسويه وتدخل بيه، جازف بيه. ما أحب الخوف طالما هو ما يخالف لا عاداتي ولا تقاليدي ولا رب العالمين. جميل. فتشوفني دائما قلبي قوي. هل أخطأت بحق شخص؟ إذا خطأت بحق شخص فممكن إنه بدون قصد، بدون ما أدري. ما تقصد. لكن إنه أنا أتقصد إنه أخطأ بحق شخص مستحيل. هل جعلتك الشهرة أنانية؟ لا، ما أحب أكون أنانية. ولا مغرورة؟ إن شاء الله ما أكون مغرورة في اليوم. لا، والأنانية ما أحبها، لأنه حتى تشوفني إذا أكون ممثلة وياي. نعم. مسلسل هذا العمل مالتنا حاليا، كانت الممثلة اللي وياي كل اللي أقدر عليه وكل اللي أقدر أنطيها، لأني أصغر من عندي يعني فنا وعمرا. فأي شخص يقعد قبالي كل اللي أنا أعرفه، كل اللي أنا متعلمته أحب أنطيها. جميل. هل هناك أشخاص راهنوا على فشلك؟ إيه كثير. بس خسروا. خسروا. من ضمنهم مقربين؟ المقربين أنا أقصد العائلة مثلا. لا 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 لا, 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 لا.